انهيار الدولار يا حضرات فكر الناس بيوسف الحسيني اللي ضحك على الناس وقال لهم ودوا الدولارات البنك قبل يوم 15 سبتمبر تقريبا خلاص. الناس طلعوا وقالوا له مش هننسى يوسف الحسيني لما قال في 2018 الدولار مش هيوصل ل 20 جنيه واليوتيوب لا ينسى وعندنا حقول غاز. اسمع كده. 20 وعلى شهر 3 هيبقى 25 وعلى نص 2018 هيبقى 30. طيب لو في حد من حضراتكم بيصدق انا بقول لك الدولار هيفضل ينزل مش هيزيد. حلو مش هيزيد. كلمه 20 جنيه مش هتحصل وانا احاسب على هذا الكلام مش من منطق انا مش مسؤول عن حاجه. لكن انا كنت الحقيقه طالب شاطر جدا في الاقتصاد جدا يعني وخرجت بامتياز المهم ف وكملت بعد كده بس مش ده الموضوع. ومش هيوصل 25 ومش واليوتيوب لا ينسى ومش هيوصل 30 خالص وهيفضل ينزل. طب هينزل ليه يا عم يوسف؟ انت في عندك مجموعه حقول بتاعه غاز طبيعي موجوده في المتوسط بعضها هيبدا انتاجه في شهر نوفمبر. مساله بمنتهى البساطه احنا بنستورد الطاقه بنستورد الطاقه جميل. لما هيبدا الانتاج في نوفمبر ايه اللي هيحصل؟ انه في هذا الانتاج هيوفي جزء من الاحتياج المحلي للطاقه. فالدولارات اللي كنا بنصرفها لو كنا بنصرف 100 دولار في السنه على استيراد الطاقه هنصرف 80 يا سيدي فبقى عندي وفر 20 دولار مثلا. اذا هتبقى في عندك يا بتجيب الثقه دي منين يا بيجيب الثقه دي منين؟ ده الواحد يشك في رايه ساعات يعني يتخيل ده مش ممكن يكون مش حقيقي. ده بص حاجات وبيشرح وبينظر ما سكتش وجا في 2022 قال عشان خاطرك خاطرك انت ودي الدولارات البنك قبل يوم 15 سبتمبر. اسمعوا ده معناها انه سعره قافل عن يوم الخميس بفرق قرش ده واحد وسعره في التداول 19-11 فرق عن يوم الخميس ب 17 قرش. ده معناه ايه بالنسبه لك؟ احنا يوم 22 انا قلت لك يا جماعه عشان خاطرك انت لوجه الله ودي الدولارات البنك ولسه بقول لك عشان خاطرك انت لوجه الله ودي الدولارات البنك. انا لا قلت سوف ينهار الدولار ما قلتش ده الاخوان اللي بيقولوا كما جرت العاده نفسهم في شويه مشاهدات وبتاع وشويه حبشتكنات وتوابل من هنا على توابل من هناك وماله وماله مش قصه تمام 100 فل. لكن انا قلت نصر ايه الحق قبل يوم 15 لاسباب عده هنقعد نناقشها كتير بالمناسبه. وقبل ما الناس تصبح يعني تصحى الصبح على الطعنه وتفتكر كل اللي خانوا وضللوا وكذبوا وعرفوا ان دول مش اعلام دول نضرجيه بيشتغلوا للزبون لغايه الحقيقه اللي مشغلهم ما يسرق وينبسط. فالناس افتكرت يوسف الحسيني فقال لك جراف يوسف الحسيني نصيحه لوجه الله اللي عنده دولارات يطلعها ويوديه البنك قبل 15 سبتمبر. سعر الدولار كان وقتها 19-17 سعر الدولار النهارده 23-5. لا وكمان بقى الناس مسكته في التعليقات بقى يا خبط بص ايه رايك بقى يا حسين اهو الدولار بقى في حته تانية. مش ده المفروض يتحاكم بتهمة نشر اخبار كاذبه؟ هو حد يصدق مطبلات المذيع في التلفزيون المصري برضو؟ ده لو في بلد محترمه كان يتحاكم والله. اسف بس حضرتك كذبت عليا وخربت بيتي منك لله منك لله محمد نجم منك لله يا شيخ هبه. ده سقط من عيني تماما وانت عارف مين اللي سمع كلامه هم الناس الغلابه. واحد باعت لابيه 100 دولار مثلا لكن التجار طبعا ما حدش فيهم صدقه. سعيد قال لك متهيألي كده باينه قوي بياخد الكلام من مين والمشكله انه يطلع يتكلم عن المصداقيه والشفافيه. انا مش عارف بيناموا ازاي طبعا وباقي الاعلام طبعا والبطاريه بيصدق دول بيصدقوا ازاي. واحد تاني قال لك وشاء الطبلة يعني الطبلة